السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي، اليوم في درس حول تحويل الهاتف إلى 4G أو 4G وتجربة السرعة والفرق بين 3G و 4G. هنا معنا عندنا ديزين تستيو لا كونيكسيون تاعها، وعندكم ثاني كالدرس حول تحويل الهاتف من الى 4G.5 او 4G.8. شوفوا السرعة تاع 3G، يعني مليحة 3 ميجا. هذه السرعة تاع 3G، ماشي موبيليس، جيزي الجزائريين فقط. كما كم تشوفوا مليحة لا كونيكسيو بالدرواجي، وهناك خطرات تكون بلاك 4G، تكون لا كونيكسيو تكون ثقيلة شوية، وراهي 6:34، يعني 6:30، راهي 6:30 كما كم تشوفوا. ها راهي الدعوة راهي مظلمة، المهم حنايا شنا لا تيست تاع الفيتاس 3 ميجا. حنا ندورو لا تيليفون تاعنا ال4G، يعني خطوات بسيطة ندوروه منا 4G ريكوموندي. نتيستيو لا فيتاس تاعنا، اوه الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك. دوك نسيو نشغلو فيديو في اليوتيوب بالكاتشي، شو لابلود، شو لابلود، الله يبارك. شعب راهي كونيكتي دركا، راهي 6:35، و دوك نشوفو ليستوريك تاع قبيلة. ها هي 3:35 ميجا بكسل، وهذه تاع دركا 10 ميجا، 10 ميجا. وبالأحرى هذا التطبيق يخليك تعرف البلايص اللي فيهم الكات جي. ما علينا نشعلو غير الجي بي اس، برك نقربو الجزائر. نزيدو نقربو، هنايا نديروها 4G، مبغاش تخرج لنا هنيك تاع، ونقدرو نخيرو الريزو تاعنا، خيرو جيزي. كيما جيزي دوكا راني نحكم من الريزو لحمام ريغا لهنايا، نحكم الريزو تاع 4G لحمام ريغا. نسيو في أريدو، أريد لهنايا كاينة، هاي كاينة هنايا في عين بنين كيما راني. الموبيليس ما ظهرتش معنا، هاي ولات الموبيليس. بعثوا لنا ذاك الميساج، عند دو عند بعثوه لي البارح، قال لك الجزائر كامل راهي بالكاجي، وين راهي الكاجي يا خويا؟ هاي منا غير هنا، غير في بلايص الكبار برك، هذاك مكان لهنا ما كاش 4G امبو حال. المهم ودركا نروحو نسيو لا 4G.5. ما عليكم غير تدخلوا التليفون، ديروا معايا هذا الكود، انفورماسيون دو تيليفون، ونديروها ال تي او تي دي اس سي دي ام ا يو تي مي اس، ونديرو توجور ايفاسي ايفيكتيو لي بينغ. ودوك نشوفو السرعة تاع الكارجي تاعنا دركا.
البينك راه هايل، راه هايل البينك. تلتاشر، 15 ميجا، يعني شتو الكاجي بون سينك تقدر تقول خفيفة شابة هايلة كامل. شو لابل واتش، شو كيطلع الله يبارك، يعني تفرج لا فيديو تاعك كلش مري، كلش ريقلو. نسيو نشوفو فيديو في اليوتيوب بالال تي يو كيفاش يمشي ال تي يو بون سينك. ويمشي لك بالدقة اتش دي نورمال، كسرش كامل راسك. 360 بي اعلى دقة عندك. المهم هذا هو الدرس تاعنا تاع نهار اليوم، ما تبخلوش علينا بجام وابوني للفيديو، وعندك زيادة عدد مشاهدي تيك توك، درس هايل هايل بل بزاف. وعندك معرفة رصيد الانترنت في موبيليس، يعني تشوف الرصيد تاعك بلا ما تستنى ذاك الميساج هذاك. وعندك زيادة متابعي الانستغرام، هذا شوفوه شباب. وعندك زيادة قلوب تيك توك، هذا السيت تاعو بلعوه. كاش نهار ان شاء الله نجيب سيت جديد ونريكم كيفاش تدخلوا فيه. ان شاء الله تدعموني بجام ولا تدعموني باللايك للفيديو وابوني، وما تنساش تفعيل زر الاشعارات ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.